هذا وقد أشاد معالي وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي بالعلاقات السعودية التونسية، مبينا أن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الجمهورية التونسية سوف تسهم في متانة العلاقات الثنائية بين البلدين. وطيدة وتاريخية، يعني ترجع إلى سنوات الخمسين. المملكة العربية السعودية والملك سعود يعني عبد العزيز آل سعود يعني كان من المؤيدين للحركة الوطنية التونسية، والرئيس الراحل الزعيم محبوب بورقيبة من الزيارات الأولى اللي أداها لما كان يعرف بالقضية التونسية زار المملكة ووجد كل الدعم والتأييد من شقيقه آنذاك المغفور له الملك عبد العزيز.